لنعمل غموس الزيتون التبناد احنا بحاجه لكوب زيتون اسود بدون بذر ومعلقتين زيت زيتون، حبتين من الثوم ومعلقتين كبار من الكيبر، بدنا كمان معلقتين بقدونس مفروم، فلفل اسود، 8 اوراق ريحان ورشه فلفل احمر حر، بودره. اوكي بسيطه جدا. هلا انا بفضل لهذا النوع من التغميسه، هلا طبعا بزبط باي نوع زيتون، يعني بزبط بالاخضر، بزبط بالاسود البلدي، بزبط بهذا اللي هو الكلاماتا اوليفز، انا بفضله الكلاماتا اسكا. الكلاماتا اسكا واحد، رح نحط عليه الزيت. اوكي اوكي، ورح نحط عليه الكبار او الكيبرز اللي هو بيجي على شكل هيك مخلل بيكون مكبوس، اذا لقيته، اذا ما لقيته مش حيأثر كثير. بس هو طبعا بزكي اذا موجود أكيد. بعدين ما استعملت كميه كبيره منه، لا ولا يعني قدرت شي مرتبان صغير، ما هي هي توم. أوكي. بعدين في عندي ريحان كله رح نحطه مع بعض ونهرسه كثير سهل. في عندي هون على الخلاط اليدوي هذا، اليدوي بزبط. ما احلى. ورح نحط البقدونس. اوكي كمان شويه بقدونس بزكيه. ايش جنبه ممكن ناكل؟ هلا انا حاطه هون تغميسه، هلا هو بيجي جنبه لبنه بالمطاعم، لبنه او اي نوع دب ثاني، فهيك رح نقدمه اليوم. بدنا نحط شويه فلفل احمر بودره. اوكي. وبدنا نحط يا روان شويه فلفل اسود. بس بدي اتاكد من شغله عندك، معلش هالرسبي. يلا بدي اشوف اذا اوكي. هلا انا مو حاطه عصير ليمون لانه مز يعني الزيتون فيه مرار وفيه هيك حموضه. في حال كنتوا عم تستخدموا زيتون الاسباني الاسود بفضل تحطوا له معلقه زيت، معلقه عصير ليمون، لانه الاسباني ما فيه كثير طعم. بالضبط ما فيه طعم المزازه هاي اللي بالكلمات. فهلا بس انا كل هذا رح اهرسه مع بعضه. حسسته زاكي كثير، زاكي ايوه، صار هيك جاهز معنا. والريحان قد زاكي مع الزيتون، هو الريحان كثير بزكيه الصراحه، والكيبرز بيعطيه طعم، فاذا قدرتوا تلاقوه بفضل انه تحطوا شويه كيبرز معه، كثير بيعطي طعم زاكي.